إنجيل صلاة النوم لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين. لوقا 2 من 25 ل 32. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس إنه لا يرى موت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عيني قد أبصرتها خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله الدائم أبديا آمين.